السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شيوات بنت أم جاد من جديد. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كيش عائلي بالخضرة اللي كيجي رائع وأكثر من رائع. ندوزو المقادير بحول الله. كما كتشوفوا عندي اليوم غادي ندخل فيه يعني بعض الخضر واللي كيجي رائع. هو نورمالمون لي كيش إما كنديرو فيه معروف إما كنديرو فيه مثلا درنا الفطر والبصلة ما كنديروش معها يعني الحوت ولا شي حاجة، ولا درنا معها القمرون كنديرو ديريكتومون معاه لاباغي ديالو. اليوم كما قلت لكم جبت لكم يعني بغيت نديرو بالخضرة. أنا ديجا منزلاه بالدجاج ومنزلاه بالطون، واليوم إن شاء الله بغيت ندخل معاه الخضرة وشوية الطون. ندوزو المقادير بحول الله. كما كتشوفون هنا عندي جوج كورجيتات وجوج يعني جزرات، يعني جوج خزوات وجوج القرع الأخضر. هنا كما كتشوفوا عندي هنا عندي تقريبا تقريبا جوج علب ديال الطون هنايا اونص، يعني شويه كبار ماشي علب صغار. هنا كما كتشوفوا عندي بصله خضاريه مقطعه كما كتشوفوا. هنايا عندي فرماج الموتزاريلا اللي غيكون ديال التزيين، وهنايا غادي عندي كما تشوفوا هذه لاباري ديالي دو كيش، هذه هي لاباري اللي على الاساس والعمده. هنا عندي ثلاثه البيضات، هنا واحد غادي يدير على حساب لاباط ديالو على حساب المول اللي غيخدم. هنا كما كتشوفوا عندي 150 مليمتر ديال القشده الطريه. هنا ماشي ضروري القشده الطريه، اللي ما عندوش قشده يقدر كما كنقول دائما يستعمل المتوفر عنده، يستعمل الحليب ماشي بالضروره. انا درت القشده نتوما ديروا قشده، الا ما عندكمش الشفره غديروا كما تشوفوا الحليب اللي غادي يخلط لي ثلاث البيضات. انا درت هادو اللي غادي يكفيوني المول ديالي غنخدم به شويه كبير. نتوما غديروا على حساب المول ديالكم غتنقصوا المقادير. الا كان عندكم مول قل من ديالي اللي غتشوفوا غتخدموا غير بجوج بيضات، وكما قلت لكم المول عندكم قل من ديالي اللي غنوريه لكم غتخدموا قل بالمقادير ديالي. ندوزوا لطريقه التحضير ديالنا. اول حاجه غنسوطيو ديالنا، نسوطيو اول حاجه البصله، من بعد نتبعوها الخيزو والقرع الاخضر ونمشيو المراحل اشنو غنديروا. كما كتشوفوا معايا حبيباتي انا سوطيت يعني القرعة والخيزو بشوية مليحة والبزار والزيت، وهنا صوتيت شوية البصلة كما كتشوفوا. دابا بقى ليا نحط نصيب لاباط ديالي نسرحها دابا ونطلقها، وان شاء الله ملي غادي نسرح هنا كما كتشوفوا انا حضرت لاباط ديالي اللي ديجا انا منزلاها في القناة اللي كندير فيها 250 ديال الدقيق، يعني ربعة ديال الدقيق كندير فيها 125 غرام ديال الزبدة، نص ربعة ديال الزبدة ديال الأكل، وكندير فيها كما كتشوفوا العجينة هنا مبدلة، كندير فيها شوية البزار ومليحة وتقريبا 10 غرام ديال السكر سنيدة، وكندير معاها أصفر بيضة كتجي رائعة. راه ديجا جربوها البنات وصفتوا ليا أنني شفت ديالهم الكيش ديال اللي ديجا لحت. هنا كما كتشوفوا غنسرحوه ما بين جوج بلاستيكات او ما بين جوج، الا كانت رجعت لكم بحال هكا تقدروا تسرحوها غير عاديه، كانت بقى شويه قصار كنسرحوها ما بين جوج بلاستيكات. البيكشير ديال كما كتشوفوا ديال لاباط مازال غادي نرقو. كما كتشوفوا كتحاولوا تلعبوا بالمدلك وانتم كتعطيو شكل دائري للعجينه ديالكم، يعني كما كتشوفوا انا كندور منلك او ميم طون كندوره معايا على شكل دائري، او ميم طون كيعطيني لاباط كي نديرها. تم هاد النصائح خاصكم تسمعوها. كما كتشوفوا ها الحشوه كيفاش عفوا ها لاباط كيفاش غادي تكون، صدقوني راه هاد لاباط كتجي رائعه. شوفوا انا كيفاش كنلعبها، يعني كتجي خفيفه وزوينه. كما قلت لكم راه ديجا جربوها بعض الاخوات وصيفطوا هدية في الخاص ديالي وشتهم تبارك الله عليهم، جاتهم بحال اللي صايبتها انا. ناخذ المول ديالي بحال هكا كما كتشوفوا كتهز فاصل كيما شفتوا. نجيب موس باش نقطعها، هنا نديرو موس او نديرو هاد الطريقه. هادي كاع احسن كيما شفتو
يجي فاسيل دغيا كنحيدو لاباط ديالنا. كما كتشوفوا حصلنا على هذه العجينه، غادي نطقوها بحال هكا. ودابا ديرو تما نبداو نحطو في الحشوه ديالنا. نحط اول حاجه وهي البصله، كما كتشوفوا درنا البصله درنا الحشوه الثانيه، ودابا غنديروا الثوم. انا حاولت الحشوه كما كتشوفوا ما عمرتهاش، باش بقى ليا فاش غندير لافارس، واش بقى ليا فاش غندير لاباري دو كيش ديالي. كما كتشوفوا ما خصهاش تكون عندنا الحشوه ثاني عامره بزاف، خصنا نخليو بلاصه نتفكروا ديما عندنا الحشوه نتفكروا بلاصه لاباري. هنا دابا غيجي الدور ديال لاباراي ديالي. هنا غادي ندير معاه شويه الحليب، عفوا شويه البزار، وشويه الملح. كما كتشوفوا انا كنضرب، وانا في امام طون كنخوي القشده ديالي. كما كتشوفوا ونبدا نخوي بحال هكا. كيما شفتو دابا انا اكتفيت بربعات البيضات، دونك ماشي ثلاثه، ربعات البيضات، لان عندي المول انا كبير شويه، اكتفيت بديال ربعات البيضات، اكتفيت بربعات البيضات. كيما شفتو درت انا كيما قلت لكم ربعات البيضات، و 150 ملم ديال القشده درتها كامله. دابا غنجيو الطريقه ديال الفرماج ديالنا، غنوضعو فهاد لاباري باش دغيا نسهل عليا المؤمره ديال الكترابي ليا. واليوم بغيت نزيد حاجه في التزيين ديال الكيش ديالي، هاد المطيشه اللي كتواجد دابا، وتبارك الله عندها واحد الحلاوه زوينه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كما كتشوفوا بعد ما خرجنا الكيش ديالنا العائلي اللي بالخضره من الفران، كي كتشوفوا المطيشه ديالي حتى هي تحمرت ليا وجات رائعه. ملي كان كيطيب عطيه واحد الرائحه رائعه من بين الخضره ولا باغي دو كيش. كي كتشوفوا انا خليته تحمر شويه من الجوانب. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وتنال ارضاكم، وتبارطاجيوها مع اصحابكم واحبابكم. ما تنساوش كي كنقول دائما الناس اللي عندي جداد في القناه يضغطوا على الجرس ويعملوا لايك وتابوني في لاشين ديالي، باش دائما ان شاء الله كما كتشوفوا يوصلهم الجديد.
صدقوني هاد الكيش راه دغيا كيوجد وكيجي رائع ولذيذ. وهنا كنقدروا نديرو كوجبه عشاء او وجبه الغداء. ويعني كما كتشوفوا درت مقادير متوفره في اي بيت. كما قلت يعني باش نعوضوا اللي ما عندوش كما كنقول القشده الطريه يستعملها يستعمل عودها الحليب. يعني انا دائما كنبغي نعطيكم اي حاجه مبسطه وفي متناول الجميع. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.